هي ايه قصة فتاة المول اللي انتحرت امبارح في مشهد ابكى الجميع واصابهم بالصدمة، صدق او لا تصدق، مع الصحفي احمد الجدي. فتاة عشرينية فاجئت الجميع بانها رمت نفسها من الدور الرابع او السادس من احد المولات الكبيرة في القاهرة لتسقط متوفية وكتبة نهاية لحياتها. ليه عملت البنت كده وايه تفاصيل هذه الحادثة؟ هي بنت دكتور وجراح شهير على المعاش، كانت مصابة بحالة اكتئاب شديدة ومشاكل كبيرة مع أسرتها اللي كانت بترفض خروجها الكتير من البيت، وفجأة قررت انها تنتحر وتنهي حياتها عشان تنهي الخلافات مع أسرتها. كانت معاها صاحبتها في الكافيه اللي قعدت فيه، وكان والدها بنفسه هو اللي موصلها للمول، وقعدوا مع بعض هي وصاحبتها لحد الساعة 5، وبعد ما صاحبتها مشيت نفذت عملية الانتحار. صاحبتها اكدت انهم لما اتكلموا مع بعض عرفت منها انها نيتها الانتحار، لانها ما كانتش طايقة حياتها ولا طايقة تحكمات اسرتها فيها اللي بيرفضوا خروجاتها الكتير. وقفت على الترابزين وبصت يمين وشمال، ولما لقت مفيش حد حواليها اقدمت على الانتحار، وكان في واحد بيجيب حاجة وبيجري عليها عشان يحاول ينقذها، ولكن امر الله نفذ ونطت من الدور المرتفع وسقطت متوفية. راحت المستشفى حاولوا يعملها انعاش لمدة 45 دقيقة ولكنهم فشلوا عشان تنتهي حياتها. ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها ومحبيها.